اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سيماتكس. حلقه النهارده هي دردشه خفيفه كده عن موضوع كان شغالني بقاله فتره وكمان عايز اناقشه مع حضراتكم، وهو ليه الناس حاليا بقت بتفضل المسلسلات على الافلام. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، النهارده هنختص بالكلام عن المسلسلات الاجنبيه فقط، وكمان المسلسلات الطويله، يعني المسلسلات المصريه خارج موضوعنا، وكذلك المسلسلات القصيره اللي زي تشيرنوبل مثلا. واكتبوا لي تحت في الكومنتس لو كنتوا حابين نعمل حلقات عنهم. بس الموضوع النهارده لقيت كذا نقطه حابب اسلط عليها الضوء، وكم نظريه بتفسر موضوع حلقتنا، فيلا نبدا. اولا خلونا نقارن بين مدة حلقة المسلسلات ومدة الفيلم الروائي الطويل. متوسط طول الحلقة بتكون من 40 دقيقة ل 60 دقيقة، انما الافلام فبتتراوح مدتها بين الساعة ونص والساعتين والثلاث ساعات. فلو انت زي حالاتي طالب ووقتك مزنوق، فبتفضل حلقة من مسلسل على انك تشوف فيلم. واحد يقول لي ما ساعات بيكون في مسلسلات 4 و5 و6 سيزنز، ازاي بقى وقت المسلسل اقصر؟ وهنا لينا وقفة للاجابة على السؤال النبيه ده. خلوني اقول لكم ان الاربعة سيزنز دول انت بيتقدم لك كل يوم زي فيلم مستقل بذاته، لكن اللي بيخليه متميز عن اي فيلم عادي ان حلقة المسلسل بيكون فيها شخصيات اتقدمت قبل كده، فيها احداث انت شفتها، فيها جو عام انت تعرفت عليه في الحلقات اللي فاتت. فبالنسبة لك انت مش محتاج تضيع وقت حلقاتك في تقديم شخصيات من اول وجديد، ومش محتاج تتعرف على الجو العام مرة تانية. على عكس الافلام، هنا انت عندك ساعتين بتتعرف فيهم على شخصياتك وبتتعرف فيهم على الجو العام للفيلم، بيتم طرح صراع ويتعقد وتوصل للحل والنهاية، وكل ده في متوسط ساعتين وبس. ودي نقطة. النقطة التانية ان ساعات المشاهد بيرتبط جدا بالجو العام للعمل الفني، سواء كان مسلسل او فيلم، وارتباطه ده بيخليه مش عايز تجربة المشاهدة دي تنتهي، هو عايز يفضل في العالم ده لوقت ما ينتهيش. وفي حالة الافلام ده شيء صعب جدا، لانك ملتزم بمدة معينة تقدم فيها فكرتك وتنهيها وشكرا على كده. ودي نقطة ثانية. النقطة التالتة هي ارتباط المشاهد بالشخصيات، وكمان الفترة الطويلة اللي بيعيشها معاهم بتتيح لكتاب المسلسلات انهم ياخدوا وقتهم في بناء الشخصية وتطورها وتعقيدها، لدرجة ان انت بعد ما تخلص مسلسلك المكون من 4 اجزاء وتيجي تشوف الحلقة الاولانية بتبقى مش مصدق نفسك، ازاي الشخصية دي اتبدل حالها وتغيرت وبقت بالمنظر ده. النقطة الرابعة والاخيرة، وعذروني في اللي هقوله ده، بس الناس بتفضل المسلسلات لسبب هما دايما بينكروه على الرغم انه حقيقي، بس هنقول ايه بقى. الفكرة ان المشاهد دلوقتي ما بقاش عنده النضج الكافي لتقبل اي نهاية لاي مسلسل، يعني حتى هذه اللحظة ما شفتش حد راضي عن نهاية مسلسله المفضل. طبعا الكلام ده مش موجه ليك انت يا باشا، والموضوع مش فكرة ان النهاية وحشة، بس هو مش راضي ان رحلته مع مسلسله تنتهي باي شكل من الاشكال. رحلته دي استمرت لسنين وسنين، فهو متعلق قوي بالاحداث وجو المسلسل، فاصبح عنده ادمان وصعب قوي على اي كاتب انه يقنع المشاهد باي نهاية منطقية. واحد دلوقتي يسألني سؤال مهم على غير العادة ويقول لي هل انت بتحب المسلسلات اكتر من الافلام على كده؟ وهنا طبعا اقول له لا. يا جماعة، مع كامل احترامي للمسلسلات والعشاقها، ولكني مش من هواتي ان اتسحل ورا مسلسل بالتلاتة والاربعة سيزنز. دي نقطة. والنقطة التانية ان زي ما قلت قبل كده ان المسلسلات ليها افضلية على الافلام، بس برضو كون ان الافلام بتنجح في صنع حبكة وتقديم شخصيات وتخليك تتعلق بيها وتخلق صراع وتطرح حل، وكل ده في وقت ما يجيش عشر وقت المسلسلات، فهو ده اللي بنطلق عليه سحر السينما، لانه فن في الاول وفي الاخر. ازاي تعرف تأثر على المشاهد ده فن، وازاي تبني احداثك وازاي تمهد لتسلسل النهاية ده برضو فن. كل ده بيخلي الافلام بالنسبة لي في مكان اعلى من المسلسلات. وده موضوع حلقتنا النهاردة، بعيدا عن مناقشة مشاكل الاستوديوهات وشركات الانتاج واسباب تراجع السينما بشكل ملحوظ وتفوق الافلام عليها في الفترة الاخيرة. انا بس حبيت اتكلم معاكم من منظور المشاهد العادي، وحابب اعرف منكم هل انتوا بتفضلوا المسلسلات ولا الافلام، وايه اسباب تفضيلاتكم سواء لده او لده. ياريت تكتبوا رأيكم تحت في الكومنتس، وياريت شير ولايك لو عجبتك فكرة الحلقة، وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجديدة، وتابعوا صفحة البرنامج على تويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية.